هناك شرخ بين المواطنين الإسرائيليين والحكومة الإسرائيلية. هذا الشرخ لا يمكن بأي حال من الأحوال لبنيامين نتنياهو أن يلمه أو أن يجمعه نهائيا، لأنه كان الهدف الأساسي هو إعادة الإسرائيليين الذين كانوا اختطفوا. فليس بيد بنيامين نتنياهو أن يفعل هذا. الصحافة الإسرائيلية انتقدته بشدة، كلهم ركزوا على شيء واحد، هو أنه فشل فشلا ذريعا أمام الشعب، فشل فشلا ذريعا في الخطط التي قدمها، فشلا فشلا ذريعا في الوعود التي قدمها أيضا لمواطنيه. وبرأيي بنيامين نتنياهو لم يجد من حل آخر إلا توسيع دائرة الحرب حتى يستطيع أن يلهي الرأي العام، حتى يستطيع أن ينقلب الرأي العام من منتقد لسياساته الفاشلة إلى داعم له. إسرائيل لا يمكن أن تنعم بالأمن والطمأنينة كدولة كباقي الدول من هذا الشرخ. عندما نراه يتجذر أيضا في بين السياسيين في إسرائيل، فهناك الحديث في العديد من الصحف الإسرائيلية عن إمكانية إقامة هيئة مستقلة للتحقيق في كيف حدث 7 أكتوبر، وهذا شاهدنا العديد من الاستقالات طبعا بعد هذه الهجمات، وهذا يمكن أن يؤدي إلى محاسبة الكثير من السياسيين والعسكريين في إسرائيل. هناك أيضا يعني العزلة العالمية التي فيها إسرائيل الآن، فحتى الدول التي كانت يعني حليفا أو كانت لديها تعاطف مع إسرائيل بعدما حدث نتيجة للسابع من أكتوبر، هناك عزلة دبلوماسية لإسرائيل، ورأينا ذلك في العديد من الخطابات للعديد من الدول في الأمم المتحدة في القمة الأخيرة. كان هناك يعني انتقاد لاذع لسياسات إسرائيل.